خدمه معنا شيماء فكري عندها اسم ثلاثي. كنتي عندك 23 عام وكتقري بالمعهد العالي للصحافه من غير هادشي. شيماء اليوم يمكن في داخل مهرجان فيكا مكناس خلقت واحد السوكسي. الشكل ديالها واحد لو ستيل ما نقولوش جديد ولكن كيتير وكيخلينا اننا نتسائلوا. شيماء قدمي لنا نفسك. انا بنت رباط تزاديت وكبرت في رباط، دابا ساكنه في تمارا. كتعجبني الموسيقى، كيعجبني لي بيرسينغ، كتعجبني لا مود، كتعجبني الفوتوغرافي. تو سكي برودكسيون كرياسيون ديال لو كونتوني. الجانب الفني عندك في حياتك كيميزك، ولكن هاد الشكل ديال ودني كلهم عامرين بحويلقات ومزينين. عطينا بغيتي هنا ولا هنا؟ عطينا كيفاش تخلقت عندك هاد، واش نقدروا تسميوها؟ واش هو اعجاب تجميل نفسك ولا شنو؟ هي صراحه بعدا لي بيرسينغ الاولانيين اللي كيكونوا عند كل شيء تقريبا عند كاع البنات كانوا عندي في عامي الاول، كان دارتهم ليا ماما. من بعد اون فوا طلعت ليسي ترون كومان كنت باغا ندير الثاني، دوك مشات معايا ماما هي اللي داتني قالت لي صافي نمشيو. صافي من تما بقى كيعجبني ان فيت، كانوا عاجبيني بزاف، ما قلتش بشويه بشويه باسكو عرفت بالله في لا سوسيتي ماروكين صعيب الحال شويه انك تجي ودير لهم بزاف ديال لي بيرسينغ دقه واحده. دوك بقيت حتى او نيفو دو لا فامي وديك الشيء هذا سيتي ديفيسيل انني يشوفوا بزاف ديال لي بيرسينغ دقه واحده. دونك بشويه بشويه كتقول لهم واحد، بعد كيولفوا على جوج في ودنيك، بعد ثلاثه، صافي حتى من بعد كتولي غادي. ان فيت انا بالنسبه لي ولات اون اديكسيون باسكو فريمون كيعجبوني ديما كنشوفهم زعما عندناش ديك الشيء هذا وكيجيوني زوينين. كيجيوك زوينين هنا كترجمي ديك المثل المغربي اللي كنقولوا اللي بغى الزين يصبر لثقيب المؤمن. اييه دونك هاد الصبر كيفاش كان عندك؟ ورينا الصبر لان باش كنتقبوا ودنينا نورمالمون راه حنا كنبقاو نفكروا فيها ونفكروا فيها لان فيها الم. دونك واش انت بالنسبه لك ما فيهاش الم؟ ما كانش فيها؟ هي انا خوافه فريمون خوافه غير هو ان فيت لي بيرسون خلوني نعرف بلي راه كنصبر الالم باسكو هي صراحه واحد الحاجه اللي ما عرفتش واش كلشي كيعرفها ولا لا، ولكن وانتم كتطلعوا في الودن والحرق كيزيد يطلع باسكو هنايا هنا لابو كتكون رطبه، هنا كتكون قاصحه، وهنا سي بلو ريسكي. داكور. حيت كاين ان فيت دو ميثود، كاين سوا لو بيستولي سوا ليغوي. ان فيت لو بيستولي صعيب و سي بلو ريسكي باسكو يقدر يتهرس الكريوش. وانا هاد القضيه صراحه ما كنتش عارفاها باسكو باش بديت انايا في هاد الودن هادي بديتها الفوق كنت في الليسي، كنت في ترونكوما دوكو ما كنتش كاع عارفه بلي يا دي ريسك وديك الشيء هذا. كنت عارفه الريسك ديال الانفيكسيون وكنت كنقول ماشي مشكل جو بروندغ لي ميزور ديالي، ولكن انه يتهرس الكريوش ولا شي حاجه ما كانتش في خبالي الصراحه. دوكو كنت كنمشي كندير بيستولي، وكنت كنمشي غير عند الذهبيه ديال المدينه كندير بيستولي صافي وعاجبني الحال وخارجه فرحانه. هو ساخت هي صراحه ما كيدرش افيت بحال داك القريصه وكتحس بالسخونيه في ودنك صافي. ومن بعد الحاجه الصعيبه فيها هي انك خاصك تعرف كيفاش تنعس على ودنك. جوست هادشي اللي بغيت نعرف، لانه المفروض انهم خصو يتزولوا في الناس، حنا كنكونوا دايرين غير وحده داك خصو انت كيفاش كتعايشي معاه. ولكن افيت منين يلاه كدير البيرسينغ اوبس تليفوني غيطيح، منين يلاه كدير البيرسينغ ما يمكنلكش تحيدو في اليامات الاولى سينو غيتسد وما يمكنلكش تبقى تلعب به بزاف وديك الشيء وهذا باش ما تبقاش تقيسو بيديك باش ما يتانفكتاش. دوكو كتلقى واحد لا بوزيسيون اوبتيمال باش ان فيت كتادابتا بحال اي سيتواسيون في الحياه. سيتادير بانك كتنعسي مع بيهم؟ لا كنعس بيهم. ان فيت هذا راه باقي جديد، يمكن راه ما دايرش هذا وهذا جدادين ودرتهم في نهار واحد. دوكو من الجوايه بجوج كانت ودني يلا متقوبه. دوكو كان خصني دوكو كتشوفي كيفاش غديري، سينو بعض المرات كنقاد يديا والمخده باش ان البيرسينغ ما يتقاش بالمخده ولا بيديا. مادام انك كتنعسي به شنو كيضيف لك؟ شنو الاضافه اللي عنده من غير انه جمالي؟ الا كان هذا كيمثل لك شكل جمالي، دونك شنو كيضيف لك من غير الشكل الجمالي؟ صراحه دابا ولا اون بار دو مو ما نكذبش عليك، ما بحال الناس اللي كيديروا ان تاتواج في الولديه ما كيبقاو يمشيو ويشوفوه وهذا، ومن بعد كينساو كاع بلا راه دايرين وكيولي صافي شي حاجه منهم. بحال هكاك انا شحال من واحد كيجي كيبقى يشوف لي بيرسينغ وكنسى بلا راه عندي
عندي تبارك الله وصلت النبي 11 ولا 12 بيرسينغ. 11 ولا 12 دونك عندك ميزانيه تفودني. عندك ميزانيه ديال البنت ما كرهت جوستومون. بغيتو تجبدوا لي مشاكل؟ لا بغيتو تجبدوا لي مشاكل مع ماما. دابا هو انا صراحه مازال باغا نكمل في المشوار ديالي البيرسينغ. بغيت كاينين بزاف ديال البيرسينغ اللي باقيين عاجبيني وباغي نديرهم، ولكن ماما قالت لي واحد الجمله، قالت لي الا درتي هذا هنا واخا تحيديه غتبقى سماك ما عندهاش ندوي معاك. دابا انا في نيغوسياسيون مع ماما باش ديري باش نديرو هي كيجيها بحال ديال البقر. مازال انا كنيغوسي وكنقول لها واه انت واش شوفي واش شحال زوين واش شحال كيجي زوين. كتقولي ليها شو شحال زوين. دونك عندك نموذج ديال شي وحدين اللي بيان سور دابا كيكون ماشي اون بيرسون. لا ماشي اون بيرسون زعما اكزاكت شوت كو كيكون شي حد كتشوفو دايرو كتقول ياه زوين يا دري يا بنت. انا ما عندي مش هاد المشكله اصلا زعما هنا بيضاء في ودنيا مازال كيسوق باقي الفراغ باقي الفراغ في الوجه. دابا هذا هو السؤال كيقول لي راه ما عندكش تزيدي. كنقول لهم لا راه باقي واحد شويه ما بين هنا وهنا راه نقدر نزيد مازال شي حاجه. نيفي باغا نزيدو قلت لكم باقا نيغوسياسيون مع ماما. دابا البروجي ديالي هو نيفي نيغوسياسيون مع ماما حيت ماما هي اللي غتشوف لي مع بابا. انت طالبه في المعهد العالي للاعلام ما كيشكلش هذا واحد سميتو واحد بين مزدوجتين نقدر نقولوا استفزاز مثلا داخل الكليه؟ با دو تو حيت ماشي بوحدي اللي دايره بيرسينغ ماشي بوحدي اللي دايره بيرسينغ فيزيك و ما كيجينيش انا هو كينقسم لا فالور ديال لا بيرسون باسكو ان فيت لا فالور ديال لا بيرسون كتكون بالاخلاق ديالها التعامل ديالها مع الناس بخدمتها واش كتعرف تخدم واش كتعرف تصور واش كتعرف تغيديجي واش كدير خدمتها على حقها وطريقها واش كتحترم لا ديونتولوجي وليتيك في الخدمه ديالها. دونك جو فوا با علاش ودني غتشكل لي شي عائق في خدمتي. الا كنت انا خدامه مزيان وكنتعامل مزيان مع لي كوليك ديالي ومع لي بروف ديالي ومع لادمينستراسيون جو با اون كوا زعما سا بو ديرونجي.